السلام عليكم وكدايرين المتتبعين، ولاباس عليكم ونتمنى لكم صحة جيدة في أحسن الأحوال كيف ديما. واش تعاودوا؟ تبارك الله على بنت خويتي، تبارك الله على الفنان. وانتم فين غاديات؟ غادي نتخيموا في البحر. ايوا كي قلنا لكم هانتوما تشوفوا راه حنا دايرين التباعد، حنا دايرين الكمامة، دايرين الشروط الاحترازية، وغادي ان شاء الله حنا خدامين نترزق الله على وليداتنا. راه ما كاينش اللي غيدخل لنا تخطط نعناع. السوق عندنا هنا مدرك غير بالاثنين، غيوصل اثنين هاد ثلاثة هاد أربعة ها السوق وصل. المهم مرحبا وألف مرحبا إن شاء الله باش نشارك معكم الأجواء ديالنا وخدمتنا كيفاش غتكون، ونتمنوا الفيديو ديالنا ينال إعجابكم ويرضيكم ويبعث حسن الظن ديالكم. ومرحبا بكم وألف مرحبا. العبدي راه خدام عا في الدواور، القاعات راه مسدودين، كاين عروت الدواور. مرحبا بكم كاملين إن شاء الله، وقبلوا علينا باش ما عطى الله وفين ما كنا. ومرحبا وألف مرحبا بالجميع. بالنسبة للوكال ديال العمل كيف ما كتشاهدوا هو هذا، قيطون خيمين، المهم على حسب الظروف ديال الناس، الله يكون في العون. ونتمنى الفيديو ينال إعجابكم ويرضيكم ويكون عند حسن الظن ديالكم. التحضيرات هي هذه العطرية بالنسبة، تبارك الله على خالتي الفنان، تبارك الله على خالتي بنت خويتي لالا نعيمة، تبارك الله عليكم. كيف ما كتشاهدوا دابا هذه التحضيرات، هنا كيف ما كتشاهدوا هذه القاعدة ديال المقافة. مرحبا عند المقافة مديحة، تبارك الله تصلى على النبي، هذا الشيء زوين. كيف ما كتشاهدوا القاعدة ديالها، هذه القاعدة ديال الحنة، كنقولوا فين غادي تحني العروس. مرحبا بكم عند النقافة مديحة. بالنسبة للتليفون ديالها هو هذا 06 94 82 04 03، هذا هو النيميرو ديالها. بالنسبة للقاعة هي هادي، هما باقيين كيقادو فيها تبارك الله وصلى عنبي، والله يثبت الغرس والله يكمل بخير، والعقوبة لجميع البنيات والوليدات، والله يفرح كامل الناس بوليداتهم. ماشي مشكلة، ثم قالك تايبين لي العيبة، العيبة هي هاد البوكي ديال الورد. ماشي مشكل، حنا باقيين دابا كنجهزو، ما عندنا مشكل. تبارك الله وصلى عنبي عليكم اولدي، الله يحفظكم. الله يحفظك اولدي، الله يعصن عزكم، الله يسهل عليكم مصعب. امين. تبارك الله عليكم، ورا الامانه والصدق في العمل هو اهم شيء، الفلوس كتفوت كل شيء وليدي كيفوت. الله يعاونكم والله يسر لكم، لا انت ولا المعلمه، تبارك الله عليكم. الله يسر بنتي، الله يسر، الله يسر. وانتم كيف ما كتشاهدوا، كي قلت لكم هالاجواء ديال القاعه، تبارك الله وصلى عنبي. التجهيزات ديال الجروب حتى هما راه جهزوا المسائل ديالتهم. ومرحبا بالجميع، ونتمنوا هذا الفيديو ينال اعجابكم ويرضيكم ويكون عند حسن الظن ديالكم. ومرحبا والف مرحبا في قناه الطبخ مع عزيز العبدي وابنيتي. ديري الابوني، ديري الابوني والبارطاجي، بارطاجي وخوكم راه متوقف عن العمل. مرحبا بكم، العرس اللي مشينا ليه كنلقاو احبابنا فيه معاونين معنا، البارطاج الابونيات، الله يخلف عليكم والله يخلف عليهم والله يخلف على جميع المسلمين. ومرحبا بالجميع. الفطير ديال بنت خويتي تبارك الله عليها، والشفنج، الحلوى، الصابلي، اللوز، القرقاع، ايوا الروز العبدي. ومرحبا والف مرحبا بالجميع، وكل شيء على الزيروات على الشفنج. تبارك الله على خوتنا المغاربه فين ما كانوا، مرحبا والف مرحبا بالجميع. هنا بالنسبه للدجاج كيف ما كتشاهدوا في الطريقه ديال التغسيل ديالو، بعض الاخوات كيسولوني كيفاش عزيز كتغسل الدجاج. الدجاج غسيلو ساهل، الفروج يعني باش نحكموه ما يحكمناش. قبل ما نديروه في الماء كيف ما كتشاهدوا، كناخذوا الفروج مثلا هو هذا، كنحطوه فوق الطابله هنا، كنحاولوا باقي ناشف يعني كيف جا عاد مول الدجاج، كندير واحد شويه ديال الملح، كنحكوه على هاد الصدر ديالو بحال هكا، كنجبدوا هاد الربالب كنقولوا حنايا، وكندوروا فيه يدينا من الداخل من هنا، وكنجبدوا من هنا من تحت هاد الفخيضات كيف ما كتشاهدوا بحال هكايا. ملي كنجبدوه صافي اش كنديروا؟ كنحطوه هنا في واحد الماء ممزوج او مخلط، فيه البصله كيف ما كتشاهدوا، وفيه الحامض معصور، واحد الكميه وفيره
يعني ما كنديرش الملح. الملح كتكون في الاول بالنسبه لهنايا البصله والحامض مع الماء. كنخلي الدجاج ديالي مرقد مزيان حتى كيحيد منه داك الزفر ديال الدجاج، لان يعني العديد من الطرق ديال الدجاج باش كيتغسل، ولكن الطريقه القديمه والصحيحه كنقول انا ربما هي هذه. نتمنىكم تجربوها وتنال اعجابكم وتردوا عليا الاخبار ان شاء الله، لان هذه الطريقه هي المعتمده عندي انا من الزمان الجميل. خديت هذه الفكره على ناس يعني متقدمين في الطبخ اللي مات الله يرحمه، اللي باقي في الحياه الله يطول في العمر ديالو، وما هذه طريقتي. من بعد ان شاء الله حنا غنوريكم شنو غادي نديرو. هنا كناخذوا واحد المنقي ديالنا، من بعد ما غسلنا الدجاج ودورنا فيه يدينا مزيان بحال هكايا وخذ هذاك حيد منه داك سميتو ديك السفوريه ديال الدجاج، كناخذوا الدجاج ديالنا بحال هكا كنحاولوا نشلوه الماء نقي او كنعصروا فيه شويه العصير ديال الحامض فقط لا غير، باش كيحيد لنا داك الزفر وتحيد لنا داك الملوحيه ديال الدجاج اللي حنا غسلنا به بالاول. والعديد ديال الناس كيغسلوا الدجاج بزاف بالملح، الدجاج بحالو بحال الحوت كيشبر لهم ديك الملح ملي كتجي الطباخه او الطباخ كيطيب، ولو انه ما كيطيبش بالملح كيشمتوا الدجاج كتجي ديك الضغميره مالحه كتنحر، يعني العيب لما كيرجع للطباخ في هذه الحاله. فلهذا كل حاجه عندها القياس ديالها، يعني الناس اللي غادي تغسل الدجاج تراعي ودير بحساب الطياب راه كيطيب شي مواد اللي هي شويه فيها الملح. ومرحبا بالجميع. الدجاج كيف ما كتشاهدوا دابا بعد ما غسلناه وتسقطر نقص شويه من سميتو، هانتوما كتشاهدوا بالنسبه للقامه ها هي مجموعه. دابا ان شاء الله غادي نشرملو ونديرو في الطناجر. هنا بالنسبه للقناصي كيف ما كتشاهدوا كان مغسولين مقادين مصاوبين هما والكبده والعناب، درت فيهم شويه ديال البزار، درت فيهم الحامض خضر، درت فيهم شويه الخرقوم بلدي وشويه ديال السكنجبير وواحد بسيبيسا. علاش؟ باش ملي كطلع فيهم ديك الغاليه كنقولوا حنايا كتحيد من ديك الريحه ديال الزفوريه وكياخذوا ليا ديك العطريه اللي انا درت فيهم، هذا هو السر ديالهم باش كيجيو بنان. من بعد ملي كنقطعوهم مثلا نعاودو نغسلوهم بعد ما يتسلقوا كنقطعهم وكنخليهم حتى الاخر عاد كنلوحهم مع الضغميره. هنا بالنسبه للعطريه راني قلتها لكم، الخرقوم بلدي او الكركم، الزنجبيل او السكنجبير، الفلفل الاسود، عندي هنايا قعقله، وعندي الضماد ديال الزعفران والملون. بالنسبه هنا السمن حار ان شاء الله باش غادي نضيفوه، وهنايا الربيع او القزبر والمعدنوس والثومه مطحونين. دابا بقى لنا غادي نطحنوا ان شاء الله الحامض خضر، والحامض مصير غير الباب ديالو بعد ما كنغسلوه كيف ما كتشاهدوا مزيان، تحيد منه ديك الملوحيه ديالته وما كنكثرش. والدجاج دائما بعد الاخوات كيسولوني راه ما كنطيبوش بالملح، هاد المكونات اللي درت كافيه باش يطيب بنين. دابا كيف ما شفتوا حنا شرملنا الدجاج ديالنا ان شاء الله، دابا كي قلت لكم باش غادي نروي بالماء سخون. الدور ديال الماء سخون في الدجاج هو ملي كنخوي الماء سخون من جناب دغيا دوك الرجلين كيتجمعوا، الا درنا الماء بارد الطنجره ما تجي فين كتغلى كيبداو يتحلوا دوك الرجلين، دوك الاعصاب ديال الدجاج كيتحلوا. هنا كيشرقوا لينا الدجاج من لهنا كيف ما كتشاهدوا صافي، وكتشرق هاد نقولوا حنا هاد الجلده، ها انتوما كتشرق هاد الجلده، الدجاج كيوسع بحال هكا. اون فوا ملي كندير ليه انايا الماء سخون في البلاصه كيتجمع الدجاج كياخذ الفورمه ديالتو وكيطيب. بالنسبه للدجاج راه ما كنقلبوش ابدا، وبعد الاخوات كيقول لي علاش الدجاج يعني الجلده كتبقى لنا في القاع، بكثره ما انكم كتقلبوا الدجاج كيف ما كتشاهدوا يعني الدجاج كتبداو تقلبوا فيه، هنا فين الجلده ديالته كتمشي. انا لا كنديروا على صدرو من المره الاولى كنعطيه المرق الكافي وكنخلي الدجاج يطيب مع التخراج صافي راه كيطيب. يعني هنا الظهر ما فيهش اللحم، كنقولوا حنا غير هاد سميتو غير ديك الجلده لاصقه على العظيمات، اللحم كيبقى في الصدر وفي الفخاد هما الاساس، هما اللي خصهم يطيبوا. هذا هو السر ديال الدجاج، علاش انا ما كيخسرش ليا الجلده ديالته. ماشي مشكل، شعلي ثلاثه الفرينات ديال الفخ. الدريات مضاربين عا شعلي ثلاثه شعلي اربعه، بنت خوتي مع الفنان.
المهم هانتوما الماء القياس ديالو كيفاش كنعطيه، هانتوما كنوصل الماء حتى لدوك الجنيوحات ديالو كيف ما كتشاهدوا. الماء ملي كيبدا يتقلب كيتقلب على هذا الظهر، يعني كنقولوا حنا كيبدا يتجالب. هانتوما الطنجره عندي راه متكيه، المهم ملي غنهزها فوق الفرينه راه مقاده. هذه الطريقه ديال الدجاج ديال عزيز العبدي، بحال هكا ما كنزيدش ما كنقلبوش حتى كيطيب. القشاوش ديال الدجاج هانتوما كيف ما كتشاهدوا هامايا، كنصفوهم وكنغسلوهم. شوفوا الشكل ديالهم ملي كيتغسلوا كيفاش كيولي هانتوما، وواحد النكهه كتعطي هاد البسيبيسه مع السكنجبير مع الخرقوم بلدي مع الحامض خطيره. يعني ملي كنهزوا نبداو نقطعوا فيهم الريحه ديالتهم كتجي زوينه في هاد. الله يبارك فيك لاله، الله يحفظك. انا هو عزيز عزيز طيب، معروف بعزيز طيب ديال جمعه صحين. هاد الناس مول الدار كنعرفو، مولات الدار ما كنعرفهاش، ولكن هي تعرفت بيا، مرحبا بكم. بالنسبه للبصله هي هذه راه مقطعه مقاده منقيه، المهم غادي نعاودوها في الغسيل وغنقطعوها غير تفايا ان شاء الله. بالنسبه للبصله حنا شنفناها كيف ما كتشاهدوا، وحلوا فيا اليوم اماش نقول لك، بداو معايا العيالات وحلوا فيا، ناضوا دخلوا الفرينات وانا العينين عندي القرنيه ضراني ديالت العين، البصله ممنوعه عليا ومع ذلك كملتها. بنت خويتي اش غنقول لك، الله ما نقطع معاكم شي حاجه، قطعوا بحدكم والله ما نقطع هادشي. وحلتي فيا تي والفان البصله كنحلوا، وتقولي واخا تحلوا لي واخا تشروا لي بلغه واخا تشروا لي فرجيه ايوا صافي، القال ديال السكر غيعطيو لي مالي العرس الله يخلف عليهم. وتحيه لخوتي المغاربه وهذه الاجواء. المهم حنا مابقاش بلين ومابقاش بين انا والفنان ونعيمه وبنت خويتي، وعاش الملك وعاش الشعب المغربي من طنجه للقويره، الله يحفظكم ويضمنكم وييسر اموركم كاملين. والخبار راه في روسكم، اليوم راه كنخرجوا نلقاو شي وريقات في البيبان اللي في القطاع ديالي يعقل اجداز عليه هاد العامين بلا ما نوضح، والفهم راه كيفهم. وتبارك الله على خوتي المغاربه كاملين. دابا كيف ما كتشاهدوا انتم الدجاج، انت راه واحد الفنان قتلتني اليوم بالضحك، قتلتني. قلت لها مالك يا الفنان، قالت لي راه كنوض الصباح بكري كنبدا نشطب ولا شي، قالت لي شي وراق عاد كيصبحوا كيطيحين من السماء. قالت لك قهروني عبد الشطاب. قلت لها مالكي، قالت لك ملي كنا باركين من الجائحه لقينا غا عزيز العبدي، ايوا دابا عاد ولاو يجي يقول لك تعاونوا معانا ياك الفنان. مع من غتعاوني، معاهم ولا معايا؟ لا معاك. ايوا هكا كنتي غتعاوني معايا، اي احنا غنصبحوا خدامين ان شاء الله بحول الله وقوته. نهار 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 هذاك النهار احنا غنصبحوا طافين التليفونات ان شاء الله غنمشيو نخدموا. المهم الله يلا من الصباح نضحكوا الهم اللي كيقوى لا كيضحك ولا يبكي. المهم احنا ضحكنا اليوم الحمد لله، كنضحكوا على حال بزاف الناس باقيين غالطين، والله الا باقيين غالطين. المهم الدجاج هو طاب، نرجعوا لموضوعنا. البرمه ديال السفه هي طابت، بنت خويتي راه غسلات شي ماعن حنا خويناهم. ايوا الحمد لله والشكر لله، ربي كبير. وعليكم السلام عز الدين بخير، التريطور ديالنا هو جا ان شاء الله. مرحبا والف مرحبا كبير عز الدين بخير خويا، بارك الله فيك، متابعونا ان شاء الله. هنا كيف ما كتشاهدوا الدجاج انا حيدته فوق الطابله باش يبرد ونديروا المهم يبقى عاد حمار. بالنسبه للبصله اللي قلت لكم انا درتها في لاصوص اللي حيدت منه الدجاج، صافي غادي نزيدها دابا شويه ديال السكنجبير، شويه ديال البسيبيسا، شويه ديال الخرق هذاك خرقوم بلدي، شويه ديال البزار سميتو، والضامه ديال الزعفران، ونزيدها واحد شويه ديال زيت الزيتون بعد ما طيح غندير لها زيت الزيتون. والطريقه راه عندكم تما في العديد من الفيديوهات ان شاء الله، مرحبا بكم. الفنان هاي هي تكلفت بالصفه، هاد الماركه عندي رقيقه، شوفوا الصفه هادي داري ديال الكرتونه، حيتي هادي ديال الكرتونه ماشي ديال الخنشه، لان كتكون الفرق ما بين الخنشه ديال الكاغط او بلاستيك او المهم الكرتونه. عندي الكرتونات ديال 5 كيلو رقيقه بحال الزغبه هذه، انتم كيف ما كتشوفوا فيها نفس الطريقه. المهم انا راه عندي بزاف الطرق ديال الصفه، ولكن بما انني كنخدم في المناسبات كان يعني كنقلب على الساهله عندي انا، طريقه ديال جوج فورات اللي عندي راهم عندي العديد منهم. بعد اخوات راه باقيين كيدخلوا عندي الفيديوهات القدام كيسولوا، كنضطر انني نجاوبكم، ولكن
ها انتم غيرش رجعوا بزاف الفيديوهات عندي ديال السفر، راني حطمت بها الرقم القياس، يعني اللي ما كيعرفش ليها راه غيتعلم ليها. وكنشكر بزاف الاخوات اللي قالوا لي راه حنا تعلمنا ليها وجربناها وصدقات معنا، كنقول لكم شكرا جزيل الشكر. وكنفرح بالنسبه للطويجنات والمسائل والوصفات والدجاج، يعني كيفاش ولا يصدق لكم اللحم، كيفاش ولا يصدق لكم، راه مزيان الحمد لله. هذا فخر وشرف كبير ليا، والله القسم الى فخر وشرف كبير ليا. وتحياتي لخوتي المغاربه والجاليه من خارج ارض الوطن، كنحييكم من هذا المنبر، والله يحفظكم ويضمنكم وييسر اموركم، واللي مريض الله يشافيه، واللي ما عندوش الله يرزقه، واللي غايب الله يجيبه على خير، والمسجون الله يطلق سراحه، واللي واحله في روحه الله يفك وحلته على خير، واللي ما عندوش الله يجعل ربي يرزقه من حيث لا يحتسب. وهذا هو اللي كاين، ومرحبا والف مرحبا بالجميع. راه اللي نبغوه لروسنا نبغوه للناس قبل منا، والخير راه غازين، كثروا من الخير ولو غير الكلمه الطيبه، غير الكلمه الطيبه راه صدقه في حق اخوك المؤمن. انا غير ملي كنقرا دوك الكومونتير وكنسمع رحمه الوالدين كنفرح، اقسم بالله الا كنفرح. كاين السوق في شي كومونتير سلبي بحال هكايا، ما كيكونش انسان لا علاقه ليه لا بالاخلاق ولا بالاسميتو، كاين السوق الحمد لله باقي الخير في الناس. تحيه لخوتي المغاربه كاملين. ايوا هلا الفنان هي ونعيمه مضاربتهم والصفه، وقلت خويتي هزه لي مساق، قالت لهم لا قعدتوا تخسرت السفاه ودني منكم ياك بنت خويتي. وهذا ابو علي ما بغوش يتعلموا، حنا علمناهم هذاك الشيء اللي غنديروا لهم. دابا تندوز انا مستاج، انا باغي نشري لهم ان شاء الله ماتريال، كل وحده تخرج ها تولي تاهي تشد لها الخدمه وتمشي تخدم. كيف ما كتشاهدوا هانتوما يا الفنان، كان عندي جوج عراس هي وتريبه الحمري، وخليتهم مشي طيبت لهم وكلشي، نضيت الامل المسائل بقى لي مع الحطان، وخليتهم في واحد العرس، وجيت انا خدمت انا وبنت خيتي في مناسبه اخرى. زعما حنا بغينا نولوا نشدوا حنا جوج خدمات كيف الناس. ايوا سبقتوا لي اللحم على الدجاج، ملي قلت لهم مالكم شنو؟ قالت قلبونا مولي العرس. قلت لهم علاش كل اللي صايق؟ انتوما ولا مولي العرس؟ وقال الله نضحكوا. والمهم انتوما الطريقه راه دارت الملح غادا دير الزبده كيف العاده وصافي، راكم عارفين. تبارك الله على بنت خويتي وعلى نعيمه وعلى الفنان. ونعيمه راه عداويه راه عداويه راه عداويه، طالع لك طنسيو وديري الخيار والثومه، عصري الثومه في شي كاس ديال مولينيكس وشربيه قانيقان سيمانتين ما تنوضيش. السفه هي هذه انتم كيف ما كتشوفوا، تبارك الله وسطعن بها انتم. هذه داري، السفه داري، كنت لقيتها في واحد المناسبه ديال الخنشه، ولكن راه عذبت بيا الارض، لقيتها كامله بارد. المهم انتم كيف ما كتشوفوا ها هي، ومرحبا بكم والف مرحبا بنت خويتي. راه طابت الحراره والحال سخون، والقيطون ها انتم القيطون كيفاش داير. ايوا الحمد لله فين ما كانت الخدمه غنخدموا ان شاء الله. مرحبا بكم كاملين. بالنسبه للدغميره يعني لاصوص نقولوا حنايا، هو كيشرب مرجعو فوق الفورنو. بالنسبه للدجاج اللي باقي راه باقي، اللي كيتحمر راه كيتحمر. وهذه هي ديك البصله اللي كنطيحت قبيله، شوفوا كيفاش دابا ولات، شوفوا كيفاش كتعدلك مع التحراك المستمر. راه عندي في الطريقه، المهم عندي 50 ديال الدجاج، يعني ما عنديش شي ضغميره كثيره، وغيكون عندي الحطان واحد. اليوم عندي العرس بالقاعه، ستريتور بالنقافه تبارك الله بالجوق، راه كلشي ناضي. وتابعونا بالنسبه للبرمه، حنا غسلناها دابا باش غادي نديرو فيها الماء ونخلوها تسخن فوق الفاخر، باش ملي نجي نبغي نحط نربح الوقت، نعرف الماء راه طيب عندي دغيا نوض الفوره في سميتو فوق الفورنو. وان شاء الله هانتوما كيف ما كتشاهدوا السفاه الفنان، المهم بردناها كيف ما كتشاهدوا كامله. دابا غنجمعوها ان شاء الله، راه ما تخافوش منها، ما تقولوش غادا تجيكم مسلوقه ولا تجي، راه بالعكس هانتوما راه داك النشا ديالها كامل كيهبط ملي كنصفيها، ما كتبقاش فيها. راه كانت عندي واحد الطريقه ديال المبارد، كنغسلها جوج المرات في سميتو في المبارد بعد ما كنفورها، ولكن كتولي فايره اربعة المرات. هذيك هذه جوج فورات، الفوره الاولى بالزيت والثانيه دابا من طبق من الكسكاس لطبق التقديم. ها وتابعونا دابا ان شاء الله باش غادي نجمعوا كل شيء. بالنسبه للزيتون هو عندي الاحمر، بدلت ليه الماء دابا جوج المرات ملي دخلت المناسبة باش تحيد منه ديك الملحة، لأن ما غنسلقوش. علاش؟ إلا سلقتو كيشرف كنقولو حنا، كيتكمس، كيبقاش فيه داك اللون الفونس ديالو.
بالنسبه الكاوكاو هو هذا الفنان راه سلقت تطلعت فيه الغليه وسميته ونقولوا يعني قليناه في الزيت بارد هذا بقشرته. بعض المرات الا جابوا لي الكاوكاو بلا قشره كنخدم به. المهم ملي ما كيكونش راه كنخدم به بالقشره ديالته. هذا راه كيساعد راه ملي كنطحنوا بديك الحادقه ما كتبقاش ديك القشره تبان ابدا. جربوها وردوا عليا الاخبار حتى كتساعد حتى لبعض الاخوات اللي يعني كيستعملوا الحلويات. ومرحبا والف مرحبا. شوفوا انا شنو درنا، راه زمت علينا القيطون حلينا من التحت كيف ما كتشاهدوا انت كاليس غير بالغليق. الله يكون في العون ديال جميع الطباخه والطباخات. يعني المناسبه والخبزيه هذه ما عندنا ما نديروا، الناس مضيقين عندهم واحد سميتو البلاصه مثلا ما كازا ولكن دايرين فيها المواشي. اختاروا لينا اننا نكونوا حنا بحلقه في سميتو في القيطون. انتم كيف ما كتشاهدوا والحمد لله الفائده في ان الله يثبت الغرس، هذا هو اللي كاين. ايوا دابا على بركة الله كيف ما كتشاهدوا ان شاء الله غادي نحط عندي 14 طابلة اللي عندي ديال سميتو ديال الدجاج. الدجاج هو راه مغطي محمر مقاد كيف ما كتشاهدوا. الفنان ها هي كتسخن الصفة. حنا طلعنا الفورة ديال نعم خويا طلعنا الفورة مجد كلشي ناضي. 14 طابلة ياك 14 طابلة حسب 14 موجودة. كتحطوا الطيزان بالفيدورة؟ يلاه موجود انا موجود عاصر وغسلوا الناس. الدغميرة هي هادي هانتوما ومرحبا وبالجميع. كيف ما كتشاهدوا راه هي طيافرة 15 طبسيل زدنا حطة ديال القرب حتى هي كيف ما كتشاهدوا. مرحبا راه صينية هادي تعال شد راه هذا قريب انت خويا سيد طيب فوق الغطاء الغطايه ديال الغطايه هكا. وقبل علينا المتتبعين ومرحبا بكم عدنا. وهذا التبصيل ديال الرويال كيف ما كتشاهدوا. نتمنى الفيديو ينال اعجابكم ويرضيكم ويكون عند حسن الظن ديالكم. غطي ولدي وسير دي بالصحه والراحه والله العقوبه لكم حتى انتم ان شاء الله. هو الثانيه والثالثه والرابعه لا بغى الله. ودابا كيف ما كتشاهدوا الصفه هي هي لا تبنت خويتي البرمان اللي عاد راه قد الفنان في الطول ديال 60 امدار بعيا وياها حدا طاح لي وسط البرمان او قال لي بريغتان سيد الرجال طاح في القديره ما بقى بان ياك ابو تخويس. الله يحفظك بنيتي لوليداتك والله يجعل ربي يخليك ليهم ويغلبك على الجريه وتفرحي بهم ان شاء الله ويعودوا لينا وليكم هاد التماره اللي كنضربوا هاد الجدبه اللي كنجدبوا. مسكوح
زوينه. تبارك الله على بنت خويت. الله يبارك فيك. كي قلت لكم هانتم البرمره طوال من الفنان. الفنان هاي مضاربه يوسف صلاه النبي. ومرحبا بكم والف مرحبا بالجميع. ونتمنى الفيديو ديالنا ينال اعجابكم ويرضيكم ويكون عند حسن الظن ديالكم. ومرحبا بكم والف مرحبا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مع فيديو جديد ان شاء الله في القناه. عروسنا كي جاتكم فين هنياتها فين حبلاتها عروسة ديالي عندها شي حبرات هي عندها شي خالات هي عندها شي ويتها يا وصيني يا وسوينيه يا وصيني يا وسوينيه.